مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في اون نوفيل فابريكاسيون. في هذا الفيديو غادي نقومو بصناعه صابون الجليسيرين. اللي من الضروري نقوم بها في بدايه اي صناعه هي تعقيم جميع الادوات اللي غادي نستعمل. من بعد كنقوم بقياس المكونات. اول حاجه غنقيسوها غناخذو بول وغنديرو فيه زيت جوز الهند وزيت الخروع وحمض الشمع وغنديروهم يذوبوا فوق موقد كهربائي ولا في حمام مريم. المهم ان الحراره خاصها تكون جد ضعيفه. هنا في الموقد استعملت الدرجه 3 وغنخليهم حتى يذوبوا مع مراقبه الحراره اللي خاصها تكون ما بين 65 درجه حتى 80 درجه، ومن الاحسن انها ما توصلش 80 درجه. هنا غادي ناخذ الزيوت بعد ما ذابوا مع حمض الشمع وغادي نعبر الحراره ديالهم عندي 77 درجه سلسيوس. غادي نحطهم على جانب وغادي ناخذ الماء مقطر وغادي نضيف عليه الصودا الكاويه وغادي نحرك حتى يتجانسوا ليا تماما. هنا بما انه عندي الصودا النسبه ديالها قليله هي والماء المقطر، فبذلك ان الحراره غتنزل ليا بسرعه وغيتجانس ليا بسرعه اكثر. هنا غادي نعبر الحراره ديالو بعد ما تجانسوا غادي نلقى الحراره 68 درجه سلسيوس. هاد الحراره جد مناسبه باش انني ندير الزيوت ونضيف عليهم الماء المقطر مع الصودا الكاويه. غنلاحظ انني مني غادي نضيف الصودا الكاويه مع الماء المقطر غادي تكتل ليا الخليط. هادشي اللي بغيت، يعني ما كاين حتى شي خطا، غيتكتل الخليط وغادي نبدا نحرك فيه بشويه بشويه حتى يتجانس ليا تماما. جانس ليا الخليط في هذه المرحله كنزيد الكحول 90 درجه وغنلاحظ ان الخليط غيولي خفيف ليا بزاف. غنبقى نحرك مزيان مزيان حتى كيعاود يعقد ليا، عاد كنحبس. جنس ليا الخليط وكيولي عقد لي مره اخرى غنضيف عليه البروبولينغ ليكون مع الجليسيرين وغادي نبدا نخلط. غادي نلاحظ ان التركيبه ديالي غتولي جد سائله. غنبقى نحرك مزيان، من بعد غادي نديرها فوق الموقد الكهربائي اللي دائما خاص تكون الحراره ديالو ضعيفه. قلت لكم انني انا دايره في الدرجه 3 وغادي نغطيه وغنخليه لمده ساعه حتى يطبخ مزيان، عاد كنعاود نرجع ليه. الصابون مده ساعه كنحيدو من فوق الموقد الكهربائي وكنضيف عليه المحلول ديال السكر مع الماء المقطر وكنحرك مزيان حتى يتجانس ليا الخليط تماما. وغنرجعو مره اخرى فوق الموقد الكهربائي وغنخليه هاد المره لمده ساعتين ونصف. علاش غنخليه لمده ساعتين ونصف؟ باش كيهبط ليا البي اش ديالو، ودائما كنراقب البي اش ديالو. الطريقه باش تعبروا البي اش ديال اي صابون هي 2 غرام ديال الصابون كندوبوها في 50 غرام ديال الماء المقطر وكنخليه حتى تيذوب تماما، عاد كنديروا الورق ديال البي اش ولا البي اش مدر وكنعبروا. هنا في هذا الصابون كيف ما قلت لكم خاصو يكون 7، ما بين 7 حتى 7 ونص غيكون جاهز للاستعمال.
مدى ساعتين ونص على الصابون هو كيطبخ، وغبرت له البي اش لقيتو في 7. هنا الصابون ديالي واجد باش انني نديرو في المول، والمول اللي قبل دائما كما كنقول لكم خاصو يكون مغسول مزيان ومعقم ومرشوش بالكحول ديال 96 درجه. غادي ندير الصابون ديالي في المول، ودائما من الفوق غادي نرش عليه بالكحول ديال 96 درجه مزيان، وغنخليه على جانب. صابون غليسيرين دغيا كيقبط في راسو، يعني هنا انا خليتو 4 سوايع. من مورا 4 ديال السوايع لقيت الصابون ديالي جاهز انني نقطعو. هذا هو الشكل النهائي ديال صابون غليسيرين بعد ما تقطعك. هنا في هذه المرحله تقدروا تستعملوه مباشره او لا تقدروا تزيدوا عليه الاضافات ديالكم. وبحال هكا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد في اون نوفيل فابريكاسيون. باي باي.